ورجعنا تاني في بيت أميرة، واللي منورانا الشيف نجلاء، وبنحييكي تاني برضو. تسلميلي تسلميلي. معانا فقرة الطفل المعجزة فعلا، وعسول وأمور ومحبوب جدا جدا جدا، اسمه عمرو سعد. ازيك يا عمورة؟ عامل ايه؟ عمر عمر. ومعانا ومعانا الأستاذ عبده سعد. ازاي حضرتك؟ منورنا جدا في بيت أميرة. ازيك يا عمور؟ عامل ايه؟ علي صوتك عشان بابا يسمعك وماما تسمعك. يعني مكسوف ولا ايه؟ طنط بتعمل لك حاجات حلوه كتير علشان تاكلها، يعني عامله لك مهلبيه جميله. شوف، عامله له والله. وري له برضك المهلبيه، هاتيها كده. قولوا له بتحب تاكل ايه؟ بتحب تاكل ايه بقى؟ طب بتحب تاكل ايه؟ هيقول. ايه ده؟ مكرونه بشاميل. طب مين اللي بيعملها حلوه عندكم؟ مين اللي بيعملها؟ ماما؟ ماما ومين؟ طنط رشا؟ طب انا كده طنط رشا مش سامعاك، هتضربك طنط رشا كده. اعمل لطنط رشا باي كده، اهي الكاميرا بتاعتك اهي، واعمل لها باي. قول لها باي باي. قول لها عامله ايه يا طنط رشا؟ اعملها باي. طب شفت الحاجات الحلوه اللي طنط عاملاها؟ جميله ازاي؟ شفتها؟ هتاكل منها بقى ولا ايه؟ طب هقول لك حاجه، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. الله. طب تعالى بقى على رجلي، تعالى. طب سلم كده سلام كبير، سلم كبير. الاهلاوي بيسلم سلام كبير ولا لا؟ يلا. يا شاطر جدع. طب تعالى. طب خليك عشان المايك. تمام. بتحبي مين من اللعيبه؟ بتحبي مين بقى من اللعيبه؟ كلم بابا قول له. مين اللي بيلعب كوره حلو؟ محمد صلاح. محمد صلاح، تحية لمحمد صلاح طبعا. يعني نفسك تطلع زي مين يا عمر؟ محمد صلاح. بجد؟ يعني هتسيب التمثيل. يعني هتسيب التمثيل وتطلع زي محمد صلاح؟ قول لي بقى، يعني انت عايز تمثل؟ احنا عندنا فيديوهات بس اما يجهزوها بس. عايز تطلع زي مين؟ الفيديوهات جاهزة؟ طب تمام، ممكن نطلع بس على الفيديو. هو بس لسه ما خدش على الجو بقى، يعني ايه؟ فيديو معانا، هنطلع بس فاصل نشوف الفيديو ونرجع مع بعض تاني. العسول ده انا اول ما شفته قعدت اضحك. انت عمال بتضرب في اخواتك ولا ايه؟ اخوك ده اسمه ايه؟ يوسف. بتحبه كتير؟ بتحبه قوي يعني؟ امال بتضربه ليه؟ هو بيمثل معايا. هو يوسف بيلعب كاراتيه. تمام ما شاء الله. بيلعب في صنباط كاراتيه، وتحيه كبيره للكابتن عماره بصراحه. يعني تحيه للكابتن عماره فعلا، مجهود بصراحه، عامل مجهود حلو في صنباط. بصراحه يعني لا، بيخرج ناس. متشكرين كابتن عماره والله على المجهود المبذول من حضرتك والشباب صنباط ومركز شباب صنباط. بجد ناس محترمة جدا، ناس بتعبوا عشان بجد ولادنا يبقوا ناس كويسين. عندنا عباقرة في صنباط، عندنا يعني عدد دلوقتي مركز صنباط أو مدينة قرية صنباط مدينة العباقرة، يعني مدينة العباقرة بجد ما شاء الله عليه. عايزة أتكلم مع عمر شوية، هو لسه مكسوف بس هناخد على بعض شوية بشوية كده. هيتكلم. إيه يا عمر، بتحب بابا ولا ماما؟ سيبك انت، يعني بتحب بابا ولا ماما؟ ماما. ماما؟ يا سلام، خلاص يا خلاص يا بابا بقى. ماشي. بتحب ماما ليه بقى؟ بتجيب لك لعب كتير ولا ايه؟ وبابا ما بيجيبش؟ لا، بعد الحلقه ده هيجيب لك. يعني احنا معانا اتصال بس ثواني. ايوه، الو الو استاذ محمد.
ممكن اكلم الشيف نجلاء؟ اتفضلي حضرتك. اهلا وسهلا. انا ولاء. اهلا وسهلا الحاجه صبحيه محمد سرحان من صنبار مركز زفته غربيه. يا اهلا وسهلا منوراني والله. مبروك يا حبيبتي مبروك وربنا يخليك منور عليكي كده يا رب. شفتي شفتي مهلبيه البنجر جميله ازاي؟ وصوت دنيا جميل صوت دنيا ما شاء الله جميله. تسلمي لي يا رب تسلمي لي. الله يخليك يا حبيبتي ربنا معاكي. تسلمي يا حبيبتي ربنا يبارك لك ويديك الصحه يا رب كده ودايما كده يا رب منورانا كده ومشرفانا. ومعانا الشيف هنشوفها برضك عملت ايه. عملت ايه يا شيف بقى علشان خاطر عمر الجوع كده من عمر خدك برضو. مني انا دلوقتي عملت مهلبيه البنجر اهي تمام اللي هي بقى طبعا بعد ما بتطلع من الثلاجه بنحطها كده بنصبها في كوبايات او في فناجيل شاي صغيره على حسب الاحجام اللي انت عاوزاها. طبعا مش هتصبها في كاس كبير يعني هو ده انسب حاجه. حجم صغير بحيث ان الطفل ياكلها بالظبط كده. هتحطيها بقى في تبرد تحطيها في الثلاجه وبعدين في جوز الهند كده وتعمليها زي ما انا عملتها. شكل برده جميل في منتهى الجمال. بتلفت بقى النظرات بتاع الاطفال وبتخليهم بقى ان هم يبقوا حابين ان هم ياكلوها. تمام. طبعا مهلبيه البنجر دي هي عباره عن ان بنجر متقشر اهو ومتقطع كده وبعد كده رحنا حاطينه في ميه غلي على النار. خدنا بقى البنجر. البنجر ده على فكره هنعمله سلطه وهناكله مش هنرميه. البنجرايه البنجرايه بنستفاد بيها كلها من اول الورقه لغايه راس البنجرايه. ازاي؟ الورقه بتتعمل محشي ما شاء الله والعيدان بتتحط في المخلل بتحمر المخلل. تمام. والبنجرايه بعد ما بتتسلق بناخد ميتها نعملها عصير او نعملها مهلبيه بنستفاد منه. والبنجرايه ذات نفسها بتتعمل سلطه وبتتاكل. يعني يعني البنجر مفيد. البنجرايه من اولها لاخرها بنستفاد منها في منتهى الجمال. عملنا ازاي ده؟ احنا قلنا بنحط الميه تغلي البنجر وبعدين بنشيل البنجر منه وبعدين بنحط النشا عليها زي المهلبيه نفس الخطوات وسكر وبتحطي بس بتزودي كيس الفانيليا لان الفانيليا طعمها بيغطي على طعم البنجر فبنخبي طعم البنجر من الاطفال فالاطفال بتتغشي فيه وما بتعرفش ان ده بنجر فبتحبه وبتاكله. فعلا. تمام. هنرجع تاني للاستاذنا الفاضل. عايزين نعرف منك برضو امتى اكتشفت برضك الموهبه يعني ولا عادي ممكن صورت فجاه وانا ممكن اجيب ده صدفه كده. هو طبعا هو خلي بالك في ده هو انتشر كمان في البيت ما شاء الله يعني كوميدي قوي يحب يهزر ويحب يضحك. لا ده هو باين شكله بدات اعمل له فيديوهات كده فترات معينه. طبعا اصحابي قالوا لي لا الحسد مش عارف فتوقفت فتره بسم الله ما شاء الله ورجعت اعمل له فيديوهات تاني. هو ده فيديو ولا انت بدات الفيديو من غيرنا بتعمل ايه؟ مش عالية ليه؟ عمر رد بتعمل ايه؟ رد رد كلمني. طيب كلم. بتحب مين من الممثلين؟ انا يا سلام يا فايف فايف ممثل يعني واثق من نفسه قوي يعني. معانا برضك مكة من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. عايزة اكلم الشيخ. الو اهلا وسهلا. ايوه كلمي يا شيخ. مكه. مكه اهلا وسهلا. عايزه طريقه التورته. عايزه طريقه التورته. عينيا يا حبيبتي. عايز ايه؟ تمام. التورته حبيبتي بتجيبي نص كيلو دقيق سبونج. نص كيلو دقيق سبونج مش غالي ب 10 جنيه وبتحطي عليه 3 بيضات وبتحطي عليه نص كوبايه ميه وبتحطي عليها نص معلقه خل وبتضربيها وبودر هو عليه البودر بتاعه وبعد كده بقى بتضربيها كلها بالمضرب. لازم تضربيها بعجان او بمضرب كهربائي علشان تطلع نتيجتها حلوه معاكي. وبعد كده بقى بتجيبي الكريمه بتاعتك تخفقيها بقى بالميه. الكريمه يا جماعه بتضرب بالميه احلى حاجه احلى من انك تخفقيها بلبن او باي عصير. بتخفقيها عادي بالميه وبالسكر. لو ما عندكيش سكر بودره على فكره عادي جدا سكر خشن عادي جدا وتني كده بالمتاح اللي المتاح موجود في البيت. مفيش مشكله في اي حاجه على فكره. بتني كده تخفقيها لغايه ما تعلى معاكي وتعمل فوم كده كبير وتبقى جميله. وخلاص بتحطها بقى في الثلاجه شويه. بعد كده بقى بتقطعي التورتايه بتاعتك وبتجنسيها. بتقطعيها لو معاكي منشار التورته بتقدري ان انت تقطعي التورتايه بتاعتك مثلا على حسب حجمها بقى 3 ادوار 4 ادوار 4 طبقات زي ما انت على حسب المنشار اللي معاكي. لو قطعتيها بالسكينه هتجيب معاكي 3 طبقات بس. وبعد كده بتجنسي التورتايه بقى معاكي بالكريمه اللي احنا خفقناها مع بعض وبتبداي تزوقيها بقى بالشكل اللي انت حباه ودي ترجع لك انت بس. تمام.
عايزه ارجع لعمر برضك الممثل العظيم لسه برضك ما خدش على المكان قوي ولا ايه؟ عايزين يا عمر اعرف منك بقى، انت بتلعب كاراتيه مع اخوك ولا لا؟ بتلعب كاراتيه؟ طب انت عايز تطلع ايه؟ ظابط؟ لا ده ظابط ومحمد ومحمد صلاح عايز يبقى كل حاجه، وكمان ايه حابب موهبه التمثيل وعايز يكون ممثل، وهو انا يعني بتحب من الممثلين انا واثق من نفسه يعني فعلا انا ما يعني ما يكون عامل حاجه غلط ابقى عايز اضربه، بيعمل حركات بوشه فما بعرفش اضربه يعني، عارفه اللي هو ايه مش عارف اضربه بيضحكني يعني. بتحب مين؟ بتحب مين اللي هو بيشجعك يعني، بابا ولا ماما ولا اخوك في البيت بيشجعك؟ مين بيشجعك اكتر يا عمر؟ مين اللي بيقول لك لا انت جامد انت حلو؟ بابا تمام الحمد لله جاب اسمك يعني الحمد لله. احنا هنطلع فاصل معلش وان شاء الله هنرجع لكم تاني في بيت اميره، فاصل ونواصل.